المنجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن صندوق النقد الدولي أن حصة العراق من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد بلغت أكثر من 2 مليار دولار. وقال الصندوق أن حصة العراق من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد بلغت أكثر من 1.5 مليار وحدة، وتعادل قيمتها 2,264,742,742 دولار من حصته المالية، مبينا أن هذه التخصيصات المالية للعراق جاءت تبعا بما يتناسب مع حصصه الحالية في الصندوق. هذا وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن سريان لحقوق السحب الخاصة بجميع الأعضاء 190 بما يعادل حوالي 650 مليار دولار في 23 من شهر آب عام 2021. أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداول 7 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي. وقال الصندوق إن عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 48 شركة، فيما لم تتداول أسهم 36 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء من أوامر البيع، بينما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح عن أصل 103 شركات مدرجة في السوق. وأشار إلى أن عدد الأسهم المشترى من المستثمرين غير العراقيين الأسبوع الماضي بلغ 810 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 664 مليون دولار من خلال تنفيذ 77 صفقة. أعلنت دائرة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 73 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغ نحو 5,500,000 برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 90,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ نحو 5,400,000 برميل. وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 77,000 برميل يومياً، منخفضاً بمعدل 73,000 برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبق والذي بلغ 150,000 برميل يومياً. أعلنت شركة لوك أويل النفطية أنها تأمل في زيادة إنتاج العراق بحقل غرب القرن 2 في العراق إلى 480,000 برميل في اليوم عام 2022. وقالت الشركة إن مرحلة التطوير التالية للمشروع ستزيد الإنتاج من 400,000 برميل في اليوم إلى 450,000 برميل في اليوم، مضيفة أنه سيتم البدء بإنتاج 30,000 برميل في اليوم من الآبار التجريبية لتشكيل اليمامة لتصل إلى 480,000 برميل يومياً. وأشارت الشركة إلى أن إنتاج الذرة الذي كان من المقرر سابقاً الوصول إليه بحلول عام 2025 ما زال مخططاً لغرض الوصول إليه، وهو 800,000 برميل يومياً بحلول عام 2030. ختام الموجز بأمان الله.